أن الإخوة الكرام الحاضرين أمامي ليس فيهم أحد تارك للصلاة بإذن الله، لكن السؤال هل نحن نصلي أم نقيم الصلاة؟ هذا السؤال. الله عز وجل في القرآن لا يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا، لا، ما في آية كذا، ولا في آية لما يمدح الله المؤمنين يقول والذين يصلون ويؤتون الزكاة أو والذين صلوا وآتوا الزكاة، لا، لا يمكن. إنما يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، وإذا مدحهم قال وأقاموا الصلاة ويقيمون الصلاة. فالمسألة إقامة، ليست المسألة أن تصلي كما تريد، بل تصلي كما الله تعالى يريد. أنا أسألكم، افرض أنه دخل علينا وقت الحج، الحج في شهر ذي الحجة، جئنا إلى شخص عمره 40 سنة وجسمه قوي وعنده أموال ويستطيع أنه يحج، قلنا له يا فلان أنت ما حجيت؟ قال لا والله لسه ما حجيت. طيب يعني لماذا لم تحج؟ يعني أنت الآن عمرك 40 سنة لماذا لم تحج؟ قال متى الحج؟ قلنا الحج في شهر ذي الحجة، إذا جاء ذو الحجة وجاء اليوم 6 أو 7 من تذهب وتحج. قال يا أخي لكن ذو الحجة زحمة شوي. قلنا كيف زحمة؟ قال ياخذ الحجة يأتيك ناس كبار وناس صغار ويتزاحمون وأمراض يعني زحمة. قلنا كيف يعني لن تحج؟ قال لا بحج. قلنا متى ستحج؟ قال خلني أرى، وأخرج دفتر المواعيد بدأ يقلب الجدول شوي. قال أنا عندي إجازة في شهر محرم أسبوع بحج. قلنا كيف تحج في محرم؟ قال يا بحج في محرم يا أخي ما في زحمة. وفعلا ولما جاء محرم فعلا ركب سيارته وأخذ زوجته معه وأولاده وذهبوا وعملوا مثل الحجاج بالضبط، وقف بعرفة وبات بمزدلفة ورمى الجمرات وطاف طواف الوداع وذبح الهدي ورجع لبيك اللهم لبيك، فرحان أنه حج. السؤال يا جماعة، هل يقبل حجه في محرم أم لا؟ ما أسمع، يقبل ولا لا؟ ليش؟ لأنه ما وقف بعرفة، بلى وقف بعرفة، ما بات بمزدلفة، بات بمزدلفة، ما رمى الجمرات، رمى الجمرات، لكن ما هو على كيفك أنت اللي تحدد وقت العبادة، الله تعالى اللي يحددها. الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات، الله عز وجل اللي يحدد العبادة، ما هو أنا ولا أنت. فنقول له حجك لا يجوز. قال يا أخي لماذا؟ والله وقفت بعرفة وبت بمزدلفة. نقول صحيح، لكن حجك باطل لأنه وقع في غير وقته. طيب لو قدمنا حجه وصار حجه يا جماعة في 20 ذي الحجة، يقبل ولا لا؟ يقبل ولا لا؟ طيب إذا ما رأيكم في اللي يؤذن عليه الفجر 5:45 ولا يصلي إلا 7 بعد ما تطلع الشمس، تقبل صلاته ولا لا؟ ليش سكتوا قبل شوي؟ هذا اللي حج في محرم صار خون، لا لا يقبل حجه إنه ليس كويس. يوم جينا عند الصلاة تغيرت الأمور. تدرون ما هي عقوبة الذي يؤخر الصلاة عن وقتها؟ في حديث سمرة بن جندب في البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه أتاني آتيان فابتعثاني فانطلقت معهما. قال عليه الصلاة والسلام فأتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم فوق رأسه بصخرة. قال وإذا هو يثلغ رأسه بالصخرة فينفلق رأسه فلقتين ويتدحرج الحجر، يذهب هذا الضارب يأتي بالحجر، فإذا عاد فإذا رأس المضروب قد عاد كما كان يعطيه مرة ثانية بالصخرة ويتدحرج الحجر، يذهب يأتي به فإذا رجع فإذا رأس المضروب عاد كما كان يعطيه مرة ثالثة بالصخرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا المنظر فزع، فعلا منظر مخيف فزع. وفي آخر الحديث سأل جبريل قال يا جبريل ما هذاني؟ من هذا الذي كان يضرب رأسه بالصخرة والثاني عنده ما هذاني؟ قال جبريل هذا الذي إيش؟ هذا اللي يضرب رأسه في الصخرة ما هو ذنبه؟ هل قال جبريل هذا عابد الأصنام؟ لا. هذا عاق الوالدين؟ لا. هذا الذي لا يصلي؟ لا، يصلي، الرجل يصلي. قال جبريل هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، يؤتى القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. لماذا يضرب رأسه؟ لأن لذة النوم في الرأس، ما ضربت القدمان ولا الصدر. الآن بعض الناس تأتي لإيقاظه للصلاة فيقول لك يا أخي رأسي ثقيل ما أستطيع أن أستيقظ، هذا الرأس الثقيل
يعذب بهذا العذاب. ثم لاحظ هذا ليس عذابه في النار، لا، هذا العذاب فترة البرزخ ما بين موته إلى قيام الساعة. قال الله تعالى: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. العذاب الذي ينتظره في الآخرة عياذا بالله أشد عليه قوة وأبقى عليه زمنا. لذلك ليست القضية يا جماعة أن الواحد يقول والله أنا أصلي، لا، القضية أنك هل أنت تقيم الصلاة أم لا تقيم الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له رجل كما في البخاري، قيل: يا رسول الله، فلان نام حتى أصبح، يعني فاتته صلاة الفجر حتى طلع عليه الشمس، حتى أصبح. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك رجل بال الشيطان في أذني. أنت لو يأتي واحد من مشايخ ويبول في أذنك، يمكن جالس لك أسبوعين ثلاثة وأنت ما تقدر تأكل ولا تشرب من شدة ما وجدت من الأذى، فما بالك يا جماعة أن الشيطان يأتي ويبول في أذن الإنسان وهو نام. هذا قمة الاحتقار له. الشيطان يأتي ويبول عليه، يقول له: أنت ما قمت تصلي الفجر، هذا جزاءك، أنه يبول عليه. فينبغي تعظيمها. انظر كيف وصف الله تعالى حال أهل الجنة وحال أهل النار، وكيف أدخل الله تعالى الصلاة في النصف. يقول الله سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، يعني مسؤولة عن عملها، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أهل الجنة يسألون أهل النار، يقولون: ما الذي أدخلكم النار؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: أول سبب ذكره أهل النار في سبب دخولهم إلى النار ما هو؟ قالوا: إيش؟ لم نكن من الإيش؟ من المصلين. هذا أول سبب. اثنين: ولم نكن نطعم المسكين، ما كنا نزكي ولا نتصدق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان في يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره حتى يقضى بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. والله تعالى يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.